شكرا جزيلا دكتورة حنان الفياض على هذا العرض المختصر الجيد جدا. يعني فأتوقع أن جائزة الشيخ حمد للترجمة ستبعث روحا جديدا خاصة في مجال الترجمة في إثيوبيا، لأن هذه الجائزة ستكون حافزة محفزة لكثير من المترجمين الذين تراجعوا، كما ذكر لنا الأخ الفاضل محمد سعيد، من منطلق مشكلة مادية يعني، وللعودة إلى مجال الترجمة من جديد. فنحن حقيقة يعني جاءت هذه الجائزة في وقت نحن في حاجة ماسة جداً إلى هذا المجال، ونشكر القائمين على هذا. أنا أتوقع من خلال هذا العمل النبيل تستطيع الجائزة الشيخ حمد انتشال تراث كبير جدا للعالم الإسلامي، وهناك أعمال أصيلة كذلك، وهذا هو الشيء الذي نفتقده الآن. أنا حقيقة أجهدت نفسي خلال يومين السابقين لأني ما كنت أعرف بهذا البرنامج، وأجريت الاتصالات مع عدة أشخاص إن كانوا يعلمون إذا كان هناك كتاب ترجم من اللغة المحلية الإثيوبية إلى اللغة العربية، ولكن جميع الذين اتصلت بهم كلهم أكدوا لي بأنه لا يوجد. فهذا أيضا يعني شيء مؤسف جدا، يعني كأن الدول الإفريقية والأسيوية أو المسلمون غير العرب ليس لديهم أي إسهامات ثقافية لإثراء الثقافة الإسلامية العالمية، بل بالعكس هناك أعمال أصيلة جدا. نحن تراثنا الثقافي يحتضن أعمال فكرية أصيلة جدا في مجال التفسير والفقه وفي مجال اللغة كذلك بعنوائه الثلاثة، البلاغة والنحو والصرف، أعمال أصيلة، وكذلك المختصرات لكتب الكبيرة جدا، وكذلك شروح للكتب المصادر وأمهات الكتب الإسلامية. هذه أعمال أصيلة ليست قاصرة، ليست خاصة بها بإثيوبيا، وإنما دول الأفريقية أيضا لديها مجموعة كبيرة من جهابذتها أسهم في هذا. ولكن لا أدري أن أما في إثيوبيا لا يوجد ترجمة إلى الآن حسب علمنا واطلاعنا، مع المشاركين كذلك يؤكدون ذلك، عمل باللغة الأمهرية مثلا، اللغة الأمهرية تم ترجمته إلى اللغة العربية، لم نقف على كتاب وعمل واحد، وهذا أيضا ما يلفت الانتباه في هذا المجال. ثم بعد ذلك في مجالات أدبية إثيوبية غير الدينية، كثير من الكتب الأدبية التي حقيقة وجدت قبولا كبيرا جدا حتى في الدول الغربية، هي أصيلة باللغة الأمهرية، أدبية، قد يكتبها شخص نصراني لكن له مساهمة أدبية لم يتم ترجمتها إلى اللغة العربية. لابد أن يكون هناك اتصال ثقافي وتبادل الثقافات وعواصر العلاقات بين بلادنا والعالم العربي، يجب أن نقدم أعمالنا الأدبية والفكرية للعالم العربي. وأنا ألفت انتباه المشاركين الإثيوبيين الإخوة الأفاضل والذين لم يشاركوا في هذه الندوة والذين عندهم مساهمات كبيرة جدا، كما تفضل الأخ محمد سعيد الآن سعادة السفير الإثيوبي بدولة الكويت السفير حسن تاجو، لديه أكثر من 100، ربما 150 قد يصل ترجمته في هذا، وكذلك محمد جمال المختار، هذا يعني من حيث الزمن ربما هو أول من بدأ في النظام الشيوعي وله إسهامات كبيرة جدا تجاوزت 100 وزيادة من ترجمته. فهؤلاء إن تم الاتصال بهم للمرة القادمة
المشاركة في هذا. ألفت جميع الإخوة المشاركين أن ينظروا ويعيدوا الاهتمام كذلك بترجمة اللغة المحلية إلى اللغة العربية، سواء كانت اللغة المحلية الأمهرية والأورومية والتكرينية والهررية وغيرها من اللغات المحلية. أنا أعتقد أن لدينا ما يمكن أن نقدمه للخارج، وحتى أيضا يقف العالم العربي بما تحتضنه إثيوبيا من تراث ثقافي أصيل باللغة العربية، ويكون هذا يعني أكبر إنجاز في هذه الجائزة إذا استطعنا أن نلفت انتباه ونعيد صفحات ونعيد اهتمامنا في هذا المجال أيضا. فأشكر الإخوة المشاركين والحضور على هذه الندوة، وربما الآن ما تبقى لدينا هو إذا كانت هناك مداخلات وأسئلة ممكن نترك المجال للمشاركين، والمجال مفتوح الآن لتقديم الأسئلة. إذا سمحت لي أستاذ محمد سعيد، يوجد بعض الأسئلة من أمير بدرو، يبدو هناك سؤال من أمير بدرو. نعم نعم، وأيضا سؤال: ما هي التأثيرات التي أحدثتها هذه التراجم من وإلى اللغة العربية والعكس، أيضا في إثراء ثقافة اشتراكية وتعزيز العلاقة بين اللغات الأثيوبية والعربية، وما هي الكتب المترجمة من اللغات المحلية الأثيوبية إلى العربية؟ هذا السؤال لأمير بدرو، لم يحدد الشخص الذي يريد أن يوجه له السؤال. طيب، الأستاذ أمير بدرو أحد المثقفين في مجال اللغة العربية، وهو الآن يترأس في المجال الإعلام الحكومي في قناة فانا القسم العربي، ونشكره على هذه المداخلة. فيبدو أنه لم يوجه ويحدد كما تفضلت بالسؤال، ربما إذا كان من المشاركين من عنده استعداد للإجابة على هذا السؤال المطروح فالمجال مفتوح لكم. أيوة، كما تفضلت الشيخ، فيما يتعلق عن التجربة الأثيوبية في الترجمة من الأمهري من اللغة المحلي إلى اللغة العربي، لم يكن هناك تجربة بشكل كافي كما تفضلت، ولكن يعني غير أن الحكومة الأثيوبية منذ عام 1942 إلى يومنا هذا تصدر المجلة الجريدة العربية، جريدة العربية العلم، جريدة العلم، يترجم في صفحاتها بيانات والتصريحات والأخبار الدولية الحكومية. هذا هو التجربة. ولكن أنا أذكر هناك مؤرخ الدكتور بروفيسور لابيسو، له كتاب عن التاريخ الأثيوبي، ترجم واحد كتابه التاريخ الأثيوبي، لكن لم يطبع كما أخبرني هو. ولكن كما سأل الأخ فيما يتعلق عن التجربة الأثيوبية في باللغة من اللغة المحلية إلى اللغة الأمهرية، ليس هناك يشار إليه بالبنان. هذا هو الجواب. نعم، بالنسبة لصحيفة العالم هي عبارة عن صحيفة قد لا نستطيع أن ندخلها في هذا المجال، لأنها صحيفة جريدة، الناطق الجريدة حكومية أسبوعية تصدر باللغة العربية، ونحن نريد ونقصد بالترجمة ترجمة أعمال فكرية أدبية، كتب مستقلة، مساهمات. والمكتبات المحلية الآن تحفل بمخطوطات، وكذلك مكتبات الخاصة بتراث كبير جدا لعلمائنا ومشايخنا الكبار من أعمال فكرية، هذا الذي نقصد، أو أعمال أدبية يعني الآن، سواء كان مثلا كتب أدبية كتبها ربما كتاب النصارى كذلك يعني، كل هذه غير موجودة يعني.
هذا الذي أما السؤال المطروح، ما هي التأثيرات التي أحدثت الترجمة؟ هذا أنتم في مجال الترجمة وأنتم تعرفون أدرى بهذا، إن كان هناك من يدلي بدلوي في هذا المجال أنا أفتح المجال أيضا للإجابة، لأن الأستاذ عامر بدرو يحتاج إلى جواب من هذا. معك مصطفى حامد. نعم هناك في تبادل الأفكار وتبادل الثقافة بين الدول العربية، اللغة العربية واللغة الأمهرية. مثلا إذا رجعنا إلى الروايات مثل أعمال لمؤلف أحمد بهجت، هي ترجمت من اللغة العربية إلى اللغة الأمهرية عملين، روايتين لأحمد بهجت، وهذه الرواية تشير كيفية المقارنة في تأليف الروايات بالعربية وروايات تأليف كتابة الروايات باللغة العربية وكتابة اللغة العربية لغة الروايات باللغة الأمهرية. لمن يريد أن يقارن بينها بين الأدب بين هذه اللغتين السامية من منبعثة من الأسس السامية، ممكن يطلع على هذه الترجمة الرواية. وأما في ترجمة وكذلك الترجمة من اللغة العربية للغة الأمهرية تشير لمن يطلع، أو في هناك معاهد، هناك معاهد تقوم بدراسة اللغة الأمهرية في خصوصا في مصر وجامعة القاهرة، وهناك تكتب مقارنة دراسة الأفريقية آداب الأخلاق الأفريقية وتقارن بين هذه اللغتين، ومقارنة هذه اللغتين تشير أو تساعد على إلمام بها وتبادل الثقافات بين اللغتين، وكذلك التعرف الحجم الثقافي وحجم المفردات بين اللغتين، وكذلك التشابه بين طريقة الكتابة. مثلا طريقة الكتابة في الأدب هل هي متشابهة أم لا ما متشابهة؟ إذا قمنا بمقارنة هذا الأدب سيكون أو سيلعب دورا في تبادل الثقافي بين الدول. هذا ما أراه أنا كتجربتي في رواية أعمال أحمد بهجت مترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأمهرية. شكرا أستاذ محمد السعيد. بالنسبة للتأثيرات التي أحدثته هذه الكتب المترجمة، هناك عدد كبير من شرائح المجتمع الإثيوبي من المسلمين لا يستطيعون أن يقرأوا من النص العربي مباشرة لأنهم لا يعرفون العربية، وكذلك قلة المراكز التعليمية كما ذكر الأخ محمد سعيد. وفي كثير من الأحيان بعض المدارس كانت تمنع تدريس اللغة الأمهرية قبل بدئنا بفتح قسم اللغة العربية في جامعة أديس أبابا، وهذا أيضا سبب لجهل كثير من الناس عن اللغة العربية. فالكتب المترجمة ساهمت مساهمة كبيرة للوصول إلى هذه الشرائح من المجتمع. الآن يعرفون عن مبادئ أساسية للفقه الإسلامي حتى لأداء الصلاة فريضة الصلاة مكتوب لهم باللغة الأمهرية، سفينة النجاة تم ترجمتها، وأبو شجاع كذلك، ومجموعة من كتب الحديث الشريف كذلك تم ترجمته، وهذه كلها أدت إلى رفع مستوى الثقافي لمسلم إثيوبيا إلى حد كبير جدا. هذا أيضا يعتبر أن مجموعة كبيرة جدا استفادت من هذا، ثم أن الكوادر المثقفة كذلك استفادت من الكتب المترجمة. الذين لا يجيدون اللغة العربية ولا يعرفونها أساسا استطاعوا أن يقفوا على الكتب العربية وما تحتضنه هذه الكتب من ثقافة وأفكار وأدب يعني. فيبدو لي أن الأخ أمير بدر ربما قصد بسؤاله هذا،
أما الكتب المهمة التي تحتاج من اللغة الأمهرية ترجمتها إلى اللغة العربية، إن كنت سمعت من الأخت سؤاله، هذا كثير جدا، كثير كثير جدا، يعني كتب الأصلية. أنا الآن ممكن أذكر أن أحد المشايخ قيل له أن أحدا من العلماء نظم قصيدة بيتا واحدا في مدح النبوي الشريف من كتب من حروف المهملة. فعندما سمع هذا الشيخ الإثيوبي قال طيب هذا يعني لا عجب في ذلك، ومباشرة في جلسة واحدة في نفس الجلسة أملى على طلابه أكثر من 40 بيتا في مدح النبوي الشريف من الحروف المهملة، وليست من وليس فيها أي حرف معجمي، يعني أقصد حروف المهملة معروفة يعني التي ليس فيها نقاط يعني. فهذا الأدب الآن فريد من نوعه، هذا ينبغي أن يترجم إلى ويقدم إلى العالم العربي. وكذلك هناك أعمال عندهم، أعمال دينية بأبيات شعرية يدرسون فيها عقائد العقيدة الإسلامية بأبيات بما نسميه منظومة يعني. وكل الناس في البادية والقرى والفلاح في مزرعته أيضا يردد هذه الأمور باللغة الأمهرية أو باللغة الأرومية أو باللغات المحلية. هذه كلها من الأعمال الأصيلة للمشايخ، يجب أو ينبغي ترجمتها إلى اللغة العربية، لعلها أيضا تسهم في تبادل الثقافات يعني. فأعمال كذلك في التاريخ الإثيوبي، نحن الآن التاريخ الإسلامي الإثيوبي إذا رجعنا إلى ما كتبه إخواننا العرب فيه كثير من المؤاخذات، لأنهم أولاً لم يأتوا إلى إثيوبيا ويقفوا على حقائق واقع هذه البلاد، وكتبوا مجموعة كبيرة، بعض الكتب مسيسة أيضاً خرجت عن إطارها العلمي إلى الجانب السياسي، لكن هناك كتب عن الإسلام والمسلمين كتبه أبناء إثيوبيا، أبناء المسلمين من الإثيوبيين، من الإثيوبيين، لكن باللغة الأمهرية. هذه الكتب يجب ترجمتها إلى اللغة العربية ليعرف العرب عن تاريخ الإسلام والمسلمين المكتوبة من أبناء كتبها إثيوبيون من غير مغالطات أو أخطاء ما كتبه الغربيون، وكذلك معظم إخواننا العرب الذي كتبوا في هذا وقعوا في أخطاء كبيرة جدا يعني، عدم معرفة الثقافة المحلية وعدم معرفة الواقع المسلمين في إثيوبيا، كتبوها يعني بطريقة ممكن عن طريق الكتب القديمة أو مقتبسين بهذا، وجدنا كثير منها يجانبها الصواب يعني. إذن ما ساهم به كثير من إخواننا، الآن ما كتبه أخونا كذلك أحمد دين جبل الآن باللغة الأمهرية تاريخ إثيوبيا، لكنني سمعت أن هذا الكتاب يبدو أنه يترجم إلى اللغة العربية، فإذا وفق القائمون على ترجمة هذا الكتاب سيكون أول عمل من اللغة الأمهرية إلى اللغة العربية حسب علمي واطلاعي. ونسأل الله أن يوفق القائمين بترجمة الإخوة الذين يقومون بهذه الترجمة. وما ذكره هو الأخ أبو بكر أيضا لدكتور لابيسو، وهو من الكتاب الناقدين ووجد قبولا كبيرا فيما كتبه عن الإسلام والمسلمين في إثيوبيا. أنا ما كنت أعرف أن كتابه ترجم، وأي كتاب لا أعرف له كتاب 6 كتب لو حدد لنا الأخ أبو بكر، لكن لم يطبع ولم يحظى بالنشر. فألفت انتباه القائمين في الجائزة الشيخ حمد للترجمة، إن كان هذا الكتاب المترجم كما قال أخونا أبو بكر تم ترجمته، فأنا أوصي إن كان وقف بمشكلة مادية أن تتولى الجائزة مؤسسة جائزة الشيخ حمد بإنجاز
أن يطلع إلى النور، لأن هذا الرجل كتب عن الإسلام والمسلمين بشكل جيد جدا ومقبول، وقام بأعمال فعلا لم يقم بها أحد قبله من الكتاب المحليين. فلذلك فنرجو من القائمين في جائزة الشيخ حمد أن ينتبهوا لهذه النقطة وأن يستفسروا عن هذا العمل المتوقف، كما ذكر كما قال الأخ أبو من أخ أبو بكر ألمه، وأن يجروا معه اتصالات ليعرفوا سبب وقوفه. إذا تم ترجمته فيكون مؤرخون العرب يستفيدون منه استفادة كبيرة جدا. طيب، إذا كان هناك أسئلة أخرى، لأنه لم أجد. أوكي. أستاذ إذا سمحت لي، أستاذ محمد سعيد، يعني يبدو هناك أيضا هناك سؤالان، هي ملاحظة من أحد المتابعين في زوم، أعتقد اسمه وهيب أحمد، يقول هناك كتاب مترجم من أمهرية إلى العربية في تاريخ المسلمين في أثيوبيا لأحمدين جبل أو أحمد بن جبل، لا أعرف الضبط. نعم، هذا ما ذكرته أختنا زينب. أو أحمد بن جبل، لا أعرف الضبط. نعم، هذا ما ذكرته أختنا زينب، هذا ما ذكرته الآن. الأخ وهيب لو تكرم، ربما هو قد يكون أحد المترجمين لهذا الكتاب، وأنا ما أردت أن أذكر التفاصيل في هذا، لكن أشعرت بأن عمل كبير وعمل جليل، وربما يعتبر أول كتاب تم ترجمة الكتاب التاريخ من اللغة الأمهرية إلى اللغة العربية، ولكنه لم يطبع بعد. ويبدو إن كنتم تسمعون الآن بدأت أصوات الرعد تداهمنا، إن كنتم تسمعون. ما شاء الله. نعم. هناك سؤال آخر أستاذ محمد. نعم. من شخص محمد بوتاغان يسأل، ما الأجناس الأدبية والثقافية التي تعمل الجهات الترجمية الأثيوبية على ترجمتها إلى العربية؟ ما الأجناس الأدبية والثقافية التي تعمل الجهات الترجمة الأثيوبية على يعني ترجمتها، يعني من الأمهرية، يعني هل هناك جهود؟ أنتم أشرتم في هذه الندوة القيمة حقيقة عن الضعف في الجانب الترجمي من الأمهرية إلى العربية، وهذه نقطة فعلا يمكن تحسب لهذه الندوة أننا سلطنا الضوء على جوانب القوة وجوانب الضعف في عالم الترجمة من وإلى بين لغتين أو بين حضارتين وبين ثقافتين. فلا أدري هل لديك إجابة حول هذا أم أحد الزملاء؟ طيب، إذا الأجناس إن كان يقصد مجالات الترجمة، الأجناس الأدبية، يعني يقصد إذا كان هناك روايات، قصص. نعم. شعر. نعم، كثيرة جدا، خاصة إن كان يقصد السائل من الأمهرية إلى العربية، كما ذكرنا أنه لا يوجد أي ترجمة من الأعمال الأدبية للأمهرية إلى اللغة العربية إلا ما ذكرناه الآن، كتابين في التاريخ إثيوبي، كتاب كتبه أحد النصارى عن تاريخ إثيوبيا العام، وهو كتاب ممتاز جدا، لأن معظم كتاب المؤرخين الإثيوبيين إما أنهم ينتمون إلى الكنيسة أو ينتمون إلى يعتبرون من الكتاب القصر الملكي، فلذلك جاءت كتابتهم لا تعكس الواقع التاريخي لمسلمي إثيوبيا، إلا أن هذا المؤرخ المسمى بدكتور لابسو قام بعمل فكري كبير يعني ناقدا لما تم كتابته سابقا لكتب التاريخ، وهذا الكتاب أنا ما زلت أكرر أوصي ب إنجاز تم ترجمته حسب ما قال أخونا أبو بكر ألمه، ولكن لا بد أن يرى النور ليستفيد منه الكتاب العرب. أما في الكتاب الآخر، هذا لأحمد جبل أخونا، كتاب رائع جدا، وجد قبولا كبيرا، وله طباعات، عدة طباعات في وقت قصير جدا،
هذا العمل تم ترجمته حسب علمي، تم ترجمته كاملا، إلا أنه يعني الآن تحت الطباعة يبدو لي، فيعتبر هذا عمل أيضا أول عمل في إذا طبع أول عمل يعتبر في من اللغة الأمهرية إلى اللغة العربية. أما الأجناس الأخرى عندنا رواية والشعر وكثير من المجالات الترجمة في هذا المجال، لكن إلى الآن لم يبدأ المترجمون بترجمة الأفكار أو الأعمال الإثيوبية إلى اللغة العربية. أما مجال الترجمة من العربية إلى الأمهرية كما ذكر لنا أخونا مصطفى حميد، وفي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفقه الإسلامي والثقافة الإسلامية وفي مجال الطب والتربية الإسلامية، وكذلك عن الأسرة والسير والتاريخ الإسلامي والتزكية النفسية وغيرها من المجالات الكثيرة، ما ذكر لنا الأخ مصطفى أوصلها إلى 1100 وزيادة من الكتب تم ترجمتها من العربية إلى الأمهرية. فربما إذا كان من الأخوة المشاركين إضافة إلى هذا إلى هذه الإجابة فليتفضلوا المشكورين. هناك أعرف في ترجمة من اللغة المحلية أو من اللغة الأمهرية إلى اللغة العربية، هي اللغة العربية هي أن المترجم كما ذكره الأخ أستاذ محمد سعيد أوغاتو، أن المترجم لترجم الكتاب أو أدب من اللغة الأمهرية إلى اللغة العربية، أولا لما نسأل أي مترجم لماذا تترجم هذا الكتاب، يقول أنا كي أستفيد أولا ثم أفيد المجتمع الذي يترجم له ثانيا. ولكن إذا عندما يترجم من الأمهرية إلى اللغة العربية أولا يفكر من الذي سيتولى بطبعه، أو هذا أولا. وأنا كخبرتي كنت لا أذكر اسما، كنت موظفا في أحد السفارات الدول العربية لمدة الشهر، واحد ترجم كتابا من اللغة الأمهرية إلى اللغة العربية وطلب منهم أن يطبعوا ويطبعوا له وينشر هذا الكتاب في الدول العربية، ولكن هم رفضوا. أولا قالوا أول من الذي يحق يقوم بتحرير وتحقيق صحة الترجمة أولا، وثانيا هل أنتم أدرى هل أنتم أدرى بحالنا هذا ما عدم الإعطاء القيمة لهذا المترجم. وكذلك هذا المترجم قد أضاع أو ضيع كثيرا من الأوقات، لابد أن يكون له دخلا. ولكن الدول العربية مثلا، هناك السفارة الدول العربية هنا في الاتحاد الأفريقي، كم من الناس سألوا هذه المؤسسة أن يقوم بمساعدتهم، ولكن لم يقوموا بمساعدة المترجم. إذا لم المترجم لم إذا لم وجد من يقوم هناك أبي. المترجمين الأكفاء، وهناك مترجمين الأكفاء لهم مهارة بكل اللغة العربية واللغة الأمهرية. وأنصح في هذه المنصة بكل جهة تقوم بنشر اللغة العربية واهتمام باللغة العربية أن تقوم بمساعدة المترجمين أو غير العربيين. هنا عندهم كثير من الأعمال تكون متوفرة تكون متوفرة في مكتبات العربية. ولكن إذا لم نجد أي مساعدة أو نترك المساعدة المادية، إذا لم نجد مساعدة معنوية أو تشجيع لأن الترجمة أو المترجم مع خبرته الطويلة ومع رغبته في الترجمة لا يترجم حتى تأتي الأيام لتشجعه. لذا أنا بهذا المنصة
كل من المؤسسات التعليمية أو مؤسسة الجامعات الدول العربية أو طيب. أن يقوموا بمساعدة هذا. وصلت الفكرة يا أخي مصطفى إن كنت تسمعني، والآن الأمطار غزيرة جدا وحتى أنا لا أسمعك إلا بصوت متقطي، وربما المشاركون كذلك في قطر والمغرب قد لا يستمعون إلينا، ربما جاءتني كتابة لأنه الشبكة غير جيدة، فيمكن إذا كان هناك إضافات من الأخت دكتور حنان تضيفه وننهي الندوة، لأنه الآن لم نعد يسمع بعضنا بعضا. شكرا جزيلا، ليس لدي أي إضافات، إنما فقط أريد أن أشكركم على هذه الندوة الممتازة حقيقة، وأتمنى أيضا أن يستمر هذا التواصل بيننا فيما يتعلق بالمشهد الثقافي بين الأمهرية وبين العربي. أتمنى أيضا أن تكون هذه الندوة محركا للحالة الثقافية بين اللغتين إن شاء الله في إثيوبيا. وشكرا لك، وفعلا أن هذه الندوة تعتبر محرك أساسي وعادت إلينا نفسنا الآن من جديد، وبعثت فينا روحا جديدا للنظر إلى هذا الملف في مجال الترجمة. وما ذكره الأخ مصطفى حامد يعتبر مشكلة أساسية فعلا، أن الإخوة المترجمين الذين يقومون بالترجمة إذا لم يجدوا أي مساعدة سوف يدعون أن يقوموا على هذا العمل، لأنه لا بد أن يعيش هذا الإنسان في نهاية المطاف، وعنده كما رأيتم الآن الإخوة المترجمين كلهم مكونين أعلى، يعني عنده بعضهم 5 أولاد 3 أولاد، لابد هؤلاء ينتظرون منهم عندما يعود إلى بيته، إذا كان يقضي أوقات كثيرة جدا ويتفرغ للترجمة سوف لا يكون لديه أي مردود مادي يدخله في رصيده. تعتبر هذه الندوة فعلا استطاعت أن تلفت انتباه المسؤولين في جائزة الشيخ حمد للترجمة، وكذلك فيما بيننا نحن الآن بعضنا لم نتواصل ونحن في داخل العاصمة لسنوات إلا عبر هذا الزوم يعني، وهذا أدين شيء مصيف، لكن الآن كل واحد الآن يفكر من جديد وكيف يمكن أن نعود إلى مجال الترجمة، وخاصة من الأمهرية إلى العربية، لنري أيضا ونقدم للعالم العربي والإسلامي مساهماتنا كذلك في إثراء الثقافة الإسلامية. وإذا كانت أخت دكتورة زينب عندها شيء أنا ممكن أترك المجال لها وأترك، نعم، وإلا ننهي الندوة. شكرا لك أستاذ محمد سعيد، معك الدكتورة امتنان صمادي، لكن يعني طبعا نحن سعدنا بما استمعنا إليه من واقع الترجمة في بين اللغتين الأمهرية والعربية، وأيضا سعداء بجهودكم الطيبة وصبركم على إنجاز ما يخدم الثقافة الأثيوبية أو ما يخدم الثقافة العربية الإسلامية من جانب آخر، خدمة للدين بطريقة أو بأخرى. وإن شاء الله طبعا يعني هذا مبدئيا في ميزان حسناتكم كجهود، وأيضا يعني نتمنى فعلا أن تنفتح الآفاق بين الحضارتين. لا فقط أنا كنت أود أن أذكر بموقع الجائزة، جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي www.hta.qa. نتمنى من جميع